شايفين مقلب 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 فوجي يروح والله انه فوجي والله انه فوجي والله انه فوجي مرة ارحبوا قد انه فوجي خلاص روح يلا بدك مرة واحد يجيك للعصر واجب اذيه وخليه عندك ما عاد في يا فاز والله مشوار اروح لازم تروح يا طال صوتك عم يجي قرب لي عندك يا صالح ليش يفدي حق مصر صالح بسرعة والله عشان الغدا جاء والله ايه الحين الفريق اللي فايز يا الربع قولوا لا اله الا الله الفريق اللي فايز يا ولد يا ولد ولد انا اتكلم انت وياه انا ما ودي مدد يلا اسلم لا 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 قدموا لنا اسف حلو الفريق اللي فايز يا الربع هو فريق الشباب اللي هنا عليهم ليتكم اخذتوه معكم في المشهد دورية ليش قال كذا دورية طبعا يا الربع قولوا لا 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 واحد الصوت فرحان كذا كذا واحد الصوت واحد الصوت واحد الصوت طبعا الفريق هذا اللي فاز حلو كم النقاط يا حسين اللي اخذوها الفريق الثاني عشان اروح اتغدى اصبر باقي لعبه ثانيه انت فايزين فيها انا لو انت فايزين فيها فايز تمام خلاص يا الربع قولوا لا اله الا الله يلا نروح نتغدى الحين انتوا فزتوا في النقاط اللعبه الثانيه حلو تراهم هم الفايزين هم فايزين بالنقاط فزنا برضا الله ثم برضا وصل لك فارس اقول لك احسبك والله حسيبك فزنا برضا الله ثم برضا الله ليه ينكسر على بالك الفوز ناس ولا لا كلكم فايزين وصل للكنترول اول مره يا فارس لا لازم ما يهمنا الفوز رضا الله ثم رضاك الله يرحم والديك واحسبك الله حسيبك طفشنا واحد الصوت لو سمحتوا وصل للكنترول الشارع تعيد سمعناها كثير خلاص ما نبي نسمعها نبي نسمع اشياء ثانيه ابغى فوز ابغى فوز تعال انا بفوزكم سابقا ليش تغمز لنا كنت بفوزكم بعدين جحت لنا والله اني غمز مش انا بفوزكم سابقا ثانيه خلاص عيد اه هذه غمزه حق ثانيه عيد حلو ولا لا خليك تفوز والله يا شارع تعيد ما انطرب الا شغلها يا اله الا الله عاد بدون سابقا تسمح لي الغدا وين لانه كل مكان حر وين الغدا يا حسين يا اخي والله هم بيجيبون انجي وشو؟ يا اخي انتو شيك خايف يقول لك بيت الشعب وانا الغدا انا خايف مكسر تخاف منك يا مسلم وانا الغدا يا قلبي كنترول اذا معاي وانا الغدا